فهمي هو بقى يعني بيوزع وقته ما بين العياده وما بين التمثيل. انت بتوزع وقتك ما بين التمثيل وايه؟ لا هو شغل بس يعني، ولو اي حاجه بقى هوايه بعملها يعني. في حاجات اللي هي بحب الحيوانات جدا والكلاب انا ومراتي يعني عامه يعني، حتى كنا قبل ما اتجوز كان. مش انا سالت عليك حماك حسين فهمي؟ حسين فهمي كنت بخاف اسلم عليه واوسخه والله في الاول. يعني اختلاف حضاري كبير يعني، انتوا يعني احمد فهمي وكريم فهمي وحسين فهمي وصف فهمي ده يعني احنا جنبهم شباشب شكلا يعني. لا 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 ما تقولوش طبعا كده. وبعدين انت لا واحده كده ازاي بس ما تقولوش كده من الاجل يعني. بصي في ناس كده رموز في السينما المصريه كشكل، بتتكلمي في اتنين مش يعني احنا اتظلمنا ان احنا اسمنا فهمي على فكره وراهم يعني. اصل دول اللي اخترعوا فكره الجان يعني، هم ما كانش في حاجه اسمها كده اصلا. حسين فهمي ده اول واحد جه شكله عمل كده بس هو راجل لطيف جدا. جدا. هم ليه قالوا بقى ان هو كان ما كانش موافق انك تتجوز بنته خالص؟ ده كل ده عارفه هو نفى، هو قال الكلام ده مش مظبوط خالص، واكل 200 حلوين في حقك. لا خالص خالص، ده بالعكس احنا ده حتى القعده اللي تقدمت له فيها ما خدناش نص ساعه. الراجل لطيف جدا وخالص هو، بس احنا كان في ساعه الجواز يعني كان في بقى اجتهادات كتير على النت والحاجات والاخبار وفاتي كتير ومش عارف ايه، وحسين فهمي ما فيش اي حاجه اصلا. ده بالعكس من ساعه ما تقدمت لحد ما كتبنا كتاب يعني، احنا ما عملناش فرح، احنا كتبنا كتاب واتجوزنا على طول، ما بينهم ايه مثلا 10 ايام او حاجه. مش طب معلش بتقول له يا استاذ حسين، حسين ولا بتقول له يا سحس؟ طبعا يزعل منك قوي، مستحيل اقول له استاذ دي. لا طب يعني هو الراجل اصلا تقعد انت اكيد قعدت معايا، الراجل يعني تحس يصغر مننا كلنا اصلا، هو روحه حلوه وقاعد مفيش حاجه اسمها استاذ دي ولا هو سحس كده. طبعا ما ينفعش تقول له حسين يعني، لو قلت له كده يزعل اصلا يعني. هما كده لا، هما يعني ناس فكه جدا ولزاز جدا وعلى طبيعتهم يعني، غير ما ممكن الناس تبقى فاكره حسين فهمي ف ده جان السينما المصريه ومش عارف ايه. كريم حتى يعني عارفه كويس الراجل، ما فيش خالص. لا خطير طبعا، متواضع جدا ولذيذ جدا.